بيقولوا دايما ladies first ف ladies first. طيب اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده انا قلت للناس عندي على السوشيال ميديا بتاعتي ان ارجوكوا قولوا لاهلكوا وقولوا لقرايبكوا وقولوا لناسكوا اتجمعوا عايزين نقول لكم كلام مهم. وانا عادة ما بعملش كده بس هو فعلا الواحد الايام اللي فاتت شاف كذا شكل من تعامل الناس وبدأ يحس ان انا حاسة احساس تجاه اللي احنا بنتعرض له وحاسة ان انا عايزة اوصله. وبعدين كمان وكلمت مع دكتور احمد حسينا ان في حالة من الفهم تجاه الاحداث دلوقتي عايزين نوصلها. دي اول حاجة. تاني حاجة وبأقرها ان مدام احنا جينا انا ودكتور احمد في الجيل اللي استحق التجربة دي يبقى احنا كمان مستحقين واحنا كمان عندنا حاجات خلتنا نستحق التجربة دي. فاولى حد بالكلام ده هو انفسنا. فاحنا بنقول كل كلمة هنقولها النهاردة احنا مش طالعين نقول لازم تعملوا الصح والغلط وانتوا غلطانين والكلام ده. احنا بنقول ان لعل الكلام اللي احنا بنقوله يفتح عينين الناس على حاجات فنروح لمنطقة احسن. واحنا اول الناس اولى بالكلام ده. اول حاجة ادخل في الموضوع ولا عايز تقول حاجة؟ انا عايز اقول طبعا احنا الهدف من اللايف ده ان احنا نتعلم ونفهم ايه الاحداث اللي بتحصل ونفكر مع بعض يا ترى هي بتحصل ليه وايه اكبر استفادة ممكنة نستفيد منها. لان احنا فاهمين ومدركين ان كل شيء في الكون ربنا وضع له زوجين وبالتالي اي شيء ايا كان له زوج ايجابي وله زوج سلبي. ازاي بقى ناخد الزوج الايجابي من الموضوع ده؟ يمكن الحمد لله اللي بيتابعونا من زمان واللي يعني الحمد لله يعني اخدوا دورات او حضروا حتى المعلومات اللي قدمناها قبل كده هم هيبقوا اكتر الناس في حالة امان وفي حالة اطمئنان وهدوء وهيبقى الرؤية بالنسبة لهم واضحة وعارفين ازاي يسيطروا على مشاعرهم. فالمهم بقى اللي ممكن يكون اول مرة يتابع او عنده حالة من القلق او الهلع او مش عارف يتصرف ازاي يركز معانا علشان باذن الله هنقول معلومات مهمة. جهزوا ورقة وقلم ان شاء الله هيكون فايل او لايف احنا هدفنا يكون مفيد ويكون في حاجات عملية تخلي الفترة دي من اروع فترات حياتك باذن الله وتيجي في يوم من الايام بعد فترة تشكر ربنا عليها وتقول الحمد لله ان الموقف ده حصل وعرفت اتصرف التصرف الصح. طيب خلينا نبدا كده هنتكلم النهارده بالبساطه وبالبلدي كده ومن غير ما نقول كلام عميق بقى وتقيل والكلام ده علشان الموضوع يوصل لاكبر عدد. خلينا نتخيل نفسنا ان احنا دلوقتي بنطلع بره التجربه تمام اللي عمال يحصل وكاننا بدانا نتفرج على كوكب الكره الارضيه كله ونقيم الحاله عايزين نشوف ها هل هبدا اقول حاجات واشوف هل هي حقيقه ولا افتراض. فهبدا اقول لكم حاجات وقولوا لي هل هي حقيقه ولا افتراض. هل اللي حصل عمل ربكه خلى الناس كلها اللي متعوده على حاجات وشايفاها انها مسلمات ومنتهيه فجاه كده اكتشفت ان اوبا لا ده مش مسلمات ان العيال بيروحوا المدرسه ولا مسلمات ان انا بنزل شغلي ومرتبي اخر الشهر مضمون ولا مسلمات ان انا اعرف اخرج من بيتي ولا حاجات كتير قوي. فحالة الربكة اللي حصلت انه كله محتاج بناء على المعطيات ياخد قرارات. فحالة الارتباك هل هي حقيقة ولا افتراض؟ لا انا شايفة انها حقيقة لانها مفيش حد فلت منها على الكوكب كله ان هو محتاج دلوقتي يزبط اوضاعه سواء بقى اهلي يسافر لهم سواء اهلي يجيله سواء ولاد يعمل لهم توعية وحماية علشان وهم في حالة كده من التأهب او الاستعداد صابت الناس كلها. يبقى حالة الارتباك صابتنا اجمعين. تاني سؤال هل هو الحالة اللي صابت الكرة الارضية كلها فرقت ما بين حد وحد؟ يعني قالك فلان ده ديانته كذا فلان ده جنسيته كذا فلان ده شكله كذا شهرته كذا امكانياته المادية كذا؟ لا دي حقيقة بقى انها ما فرقتش ما بين رئيس ما بين حد رئيس دولة رئيس هيئة موظف بسيط حد تعليمه متوسط عالم لا ما فرقتش كلنا في نفس الحالة. طيب السؤال الثالث بقى هل هو غضب من ربنا ولا ربنا بيحبنا فبيفوقنا ده حقيقة ولا افتراض؟ لو انا افترضت انه غضب ما اعرفش جايز يكون زي الاب اللي بيربي ابنه فقام مديله بالقلم جامد عشان يفوق بس هو بيحبه هو مش غضبان عليه فبقت حالة افتراض. فانا مش عايزة ادخل اهدر طاقتي في فرضيات لا انا عايزة اشوف ايه الحقائق عشان اعرف اتعامل معاها. ربنا قال من نفسك بما كسبت ايديكم اذا خلاص دي حقيقه ان بدام الوضع عمل ربكه وكلنا بنغير حساباتنا دلوقتي اذا هو من ايه
من نفسك، دي حقيقة. لكن هو بقى ربنا بيحبنا بيفوقنا، هو غضب، هو احنا دلوقتي احنا عملنا ايه، اصل فلان ظلم مين هناك، اصل دي دولة ايه، كل دي مهاترات مش هتخلص غير انك توصل للحقيقة النهائية. مادام انت في الجيل ده واستحقيت التجربة دي، اذا من ايه؟ من نفسك، فدي حقيقة. طيب السؤال الثاني، هل كلنا عارفين الدنيا رايحة فين ولا في حد عارف وحد مش عارف؟ كلنا مجتمعين دلوقتي على ان احنا مش عارفين هل هي هتكبر، هل هي هتتلم، طب هتخلص على ابريل ولا هتخلص على اغسطس، حد عارف؟ اذا كمان في عندنا دلوقتي حقيقة بتقول ان الكل معلوماته ضبابية، ويبدو كمان ان المسؤولين على كل المستويات هم كمان مش عارفين، وحتى العلماء نفسهم بيقولوا ان هم لسه مش عارفين طبيعة الفيروس. اذا حالة الضبابية بقت حالة ايه؟ مشتركة. خلينا نعدد كده بسرعة، ايه الحالة اللي بتجمعنا كلنا؟ واحد، كلنا بدأنا نخرج من دايرة الارتياح بتاعتنا. اتنين، كلنا بسواء جنسياتنا دياناتنا اشكالنا الواننا كله في نفس الموضوع. تالت حاجة، ان احنا مش فاهمين قوي ايه مراد ربنا او ايه حكمة ربنا من الموضوع ده، وبنحاول نستنتجها، بس اللي متأكدين منه انها بدام حصلت يبقى من نفسنا، بدام احنا موجودين يبقى من نفسنا. اخر حاجه متاكدين منها وكلنا مشتركين فيها، ان كلنا الصوره بالنسبه لنا مش واضحه، وكلنا بالنسبه لنا الصوره ضبابيه، صح؟ دي اول خمس حاجات عايزين نتفق عليها كاستنتاج. لو طلعنا بره الكوكب وفصلنا نفسنا على الموضوع، بدانا نقيم الموضوع من بره. اوكي، طيب خليني برضو هقول حاجه مهمه كنت قلت لكم عليها قبل كده، موضوع الفرق ما بين المعلومات المصيريه ومعلومات الفضول. معظم الناس بتلاقي دايما الافكار السلبيه او حاله انتوا عارفين بقى، اللي بيحب يحكم وبيحط يحط احكام وعايش في النظريات المؤامره او مش المؤامره، دايما عاوز يلقي باللوم على حد وعاوز يلقي المسؤوليه على حد. وبالتالي هتلاقوا كل فتره ناس بتشير، اما ده دول المسؤولين اصل هم عملوا كذا وكذا عشان يعملوا كذا، ويطلع برضو فكره تانية اصل ممكن يكونوا دول هم اللي عاملين كذا عشان يحققوا كذا وكذا، اصل احنا لعبه عشان كذا وكذا وكذا. كل المعلومات دي هتلاقيها بتنتشر وبتكتر، ودي انا بحب اسميها معلومات فضول لا تسمن ولا تغني من جوع، مش هتفيدك في اللي انت فيه، ومحدش هيبقى عنده معلومه حقيقيه مين اللي عمل كده. برضو عايز انبه ان بعض زملائنا الاعزاء ربنا يسامحهم يا رب، بيبدا بقى طالع عمال ينتقد في اداء الحكومات، او عمال ينتقد في اخطاء كذا كذا، او لما عملوا كذا. انا كذا حد بعت لي بيقول لي يا دكتور هو ممكن يكون لما بيجربوا، انا سمعت مش عارف حد يعني جالي كذا سؤال اليومين اللي فاتوا، ممكن يكون ده بسبب ان احنا بعض الناس في الصين كانوا بيجربوا ال 5G الجديد والكلام ده كله. قلت له مين قال كده؟ يعني خلينا نحط احتماليه زي كده، لو ده بسبب تجربة معلومات جديدة أو خبرات أو تكنولوجيا جديدة، يبقى العلماء اللي بيجربوها هم اللي هيصابوا، مش الشعب الغلبان اللي ما يعرفش. وبالتالي خدها قاعدة، المخطئ هو اللي بيصيب الشيء. اللي عمل دايما أي دولة في الدنيا هتلاقي فيها ناس أصيبوا وناس لم يصيبوا، اللي ماشي صح وبيعمل حاجات صح هتلاقي هو دايما محمي ولا يصيبه شيء، واللي بيعمل حاجات غلط هو اللي أصابه الشيء. فهمت أقصد إيه؟ انا بقى دلوقتي وهدفنا من اللايف ده نبعد عن حاله التخمينات، نبعد عن حاله الانتقادات. لو لقيت حد من اللي بيقعد ينتقد وعمال يتكلم كلام سلبي ابعد عنهم، وهنركز الفتره الجايه هنعمل ايه عشان نكون ايجابيين، وكل واحد فينا بيشارك يبدا يشير المعلومات اللي هنقولها، وهنعمل في الاخر هاشتاج باذن الله هنتجمع عليه كلنا، عشان كل حد عايز يبقى دلوقتي هدفنا ان احنا نخلي اي انسان بيسمعنا يكون ايجابي، وطاقة إيجابية بتنتشر في وسط أسرته ومجتمعه بإذن الرحمن، بحيث نعجل إحنا كمان بدورنا بقى نعجل من انتهاء هذه الفترة إن شاء الله، لما نفهم الرسالة بتاعتها. فتحنا الرسالة، فهمنا، لو رسالة لم تفتح هتفضل زي ما هي وتستمر. طيب أرجع لكم تاني للمثال بتاع الكوكب، طلعنا بره كوكب الأرض. وأنا صوتي علي صوتك هادي، فأنت كده هتحس الفرق. أنا ممكن أما لازم أنا مش هقدر أعلي، مش هقدر أسير كده. هرجع تاني لمثال اللي طلع بره كوكب الارض. هو دلوقتي شايف الموضوع قدامه، كلنا اهو مرتبكين. انا مش عايزه اكد على كلمه مرتبكين، مرتبكين انا مش بوضح، مش مرتبك يعني متلخبط، مرتبك يعني اللي بتصحى تعمله كل يوم بتعمل غيره النهارده، فانت مش عارف بكره هيحصل ايه، فانت عندك حاله من الحيره خلاص. فكلنا دلوقتي مشتركين في حاجه. طيب ردود افعالنا بقى طلعت عامله ازاي دلوقتي؟ ما هو انت عمال تتفرج الناس دي ردود افعالها عامله ازاي،
بدأنا بقى يطلع وأنا زعلانة، زعلانة جدا من المدربين وأسماء الناس اللي بتتكلم في الوعي، اللي تبدأ تطلع بنبرة منخفضي الطاقة، الخائفين، اللي معرفش ايه، اللي طاقتهم عاملة ازاي، فلتكن انت من المطمئنين الفزع. انا بقى جو ان تعالوا نقسم بعض لفلان مطمن وفلان خايف، وياي انت خايف يا وحش، يا اللي مشاعرك ذبذباتك ضعيفة وطاقتك منخفضة، وانا مش عايز اكون مع الطاقة دي. لا معلش، ثانية واحدة بقى، معلش نفرمل كده ونهدى على بعض، لان كلنا في المركب، كلنا في مركب واحدة. فلو مش هنتفهم مشاعر بعض ونقدر احاسيس بعض وكل حد خايف، يعني انا هضرب لكم مثال بسيط. ما بدخل كده على السوشيال ميديا بلاقي ناس عماله تكتب في كومنتات فضيتوا الارفف، شايفين؟ وبعدين بقى طاقه السخريه بتاعه الراجل الغلبان اللي بيمسك الجوانتي بس بعد كده هو بيعد الفلوس بيحط صبعه في بقه، ولا اللي معرفش ايه بيتريق على طريقه تعامله مع النظافه. ضف ايه بقى حاله السخريه دي؟ اولا، اول حاجه السخريه رقم واحد هتخليك غير قادر على انك تقدر الامور بقدرها. اللي بيحصل دلوقتي حاجة مخلية الناس كلها محتارة ومش فاهمة وفي ضبابية. اذا بيحصل حاجة مهمة زي اللي داخل امتحان دلوقتي وعمال يهزر ولا في دماغه وعمال يستخف بكل حاجة. اول حاجة السخرية، فرق بينها ما بين ان انا انشر طاقة ايجابية وما بين السخرية. فالسخرية هتولد عند الاخر احساس بان في حد هو اللي عارف الصح وحد هو اللي عارف الغلط. ففكره ناس طاقتها منخفضه وناس طاقتها مرتفعه وناس خايفه وناس مش خايفه وانتوا اللي معرفش ايه واحنا اللي ايه، انا اسفه ده غلط. دلوقتي ده وقت ان انا احس بالاخر كده واتفهم مشاعره عشان يكون ليا دور في ان انا اقدر اساعده في ان هو يتجاوز اي مشاعر متلخبطه. مش احنا الفاهمين، احنا اللي عارفين. بدل بقى ما نتنطط بفهمنا ونقعد نقسم الناس ونفصلهم لكل واحد حاسس بايه ورد فعله عامل ازاي واتعامل بالطاقه دي، لا. رقم واحد، الراجل اللي جه ولم وخزن اللي بيته، مش جايز يكون الراجل اللي عمال يشيل ده بيشيل لعيلة كاملة، الله أعلم انت عددها كام. مش جايز الراجل ده يكون عمال بيشيل عشان وقت الشدة يقوم هو بقى سادت كل اللي حواليه. حد عارف نية واحد عمال بيلم من السوبر ماركت؟ طب ايه رأيك بقى، تعالوا نتبنى الفكرة دي، بدل ما انت عمال تقولهم بطلوا تلموا الحاجة وقدروا الآخرين واللي هيجوع هيجي ياكلك بعد كده لو ما لقاش، تعالى قوله، قول له ايه رايك، مادام انت خايف على اهلك وعايز تامنهم حقك، بس والنبي وانت بتامن بيتك كده خد نيه انك تكون سند اللي حواليك وقت الشده، تكون بتعين علشان تتصدق وتقسم مع جارك وتقسم مع الفقير اللي في عيلتك وتقسم مع المقربين ليك. شوف التنج اللغه اختلفت ازاي، دي بقى اسمها رقه قلب. وانا هسمي الكلمه دي هي الكي وورد بتاع يومنا النهارده. الآية بتقول إن لو ربنا، مش هقول الآية، أنا هقول معناها، إن البأس لما هيصيبنا إحنا مطلوب مننا ثلاث حاجات: نتضرع ونقول إحنا الظالمين، ونعمل إيه بقى؟ ربنا قال قصد قلوبهم، فإيه خلاص بقى قالوا ما يعني ما استحقوش إن هم يخرجوا من البأس ده. يبقى الحل دلوقتي هي رقة القلب. فلما تيجي تكتب بوست كده اقعد تقول هو ده رقة قلب ولا قسوة قلب؟ هو أنا كده عمال ماسك طاقة أيها الخائفون، ايها الغلطانون، ايها المستهترون، وعمال انا اللي اقول بقى واقعد واقول انتوا ليه ما فرضوش حظر تجول، انتوا ليه ما منعتوش. انت وانت قاعد مكانك انت متخيل المسؤول اللي قاعد على كرسي قدر المسؤوليه اللي عليه قد ايه دلوقتي، وهو في رقبته مئات الالاف او الملايين من البشر، وهو دلوقتي عمال يحط خطط انت عندك ما عندكش ربع المعلومات اللي عنده. ما نهدى كده. هو الدين الدين شورى، كل واحد يقول رايه، بس وقت الجد المفروض ان احنا بنسمع الكلام ونلتزم بالقواعد. فأول حاجة عايزة أعلق عليها بقى في ردود أفعالنا، رقم واحد، اللي خايف ماشي هنقول إن فيه خوف فطري طبيعي، وخوف في حالة من الأنانية والغباء والهلع. فإحنا ثانية واحدة بقى نتفهم مشاعر الناس، ما كلنا عندنا حالة من الخوف بقدر فطري، اللي هو اللي هيحميك لو أنت واقف على جبل عشان ما تقعش، هيحميك لو أنت داخل على أسد، حاجة فطرية طبيعية، خوف المجهول، مش عارف احنا رايح فين. بس الفكرة الى اي مدى هتخلي الخوف ده يتملكك. ثانية واحدة، فرمل الخوف ده وابدأ اسأل نفسك اسئلة محددة. هي نوعية المشاعر اللي انا حاسس بيها دي ايه؟ ها انا حاسس بخوف، حاسس بقلق على اهلي. طب معنى كده ان ايه الافكار اللي بتدور في عقلك؟ اكتبها وابدأ حللها وابدأ ناقش نفسك ودور على سيناريوهات مطمئنة عشان تهدي مشاعر الخوف. وانت بقى بتتعامل مع الاخر الخائف،
تفهم كلنا مختلفين في نوعية الأفكار اللي احنا عايشين فيها، فلنتفهم خوف الآخرين. ولو طلعنا بجملة نصح تكون الجملة دي عبارة عن ايه؟ ان ايه اللي ممكن يعمله علشان يكون ايجابي وخوفه ده ما يأذيش الآخرين. فرقم واحد الخوف. تاني حاجة بقى طاقة السخرية والاستخفاف وكمية الكوميكس اللي عملناها لما يكون الكرة الأرضية كلها بيحصل فيها حاجة وربنا يعني بيدبر أمر كده علشان يظبط ميزان الأرض، فأنت عمال تهزر وتتريق وتعمل قلش وتسخر من الموضوع، تفتكر ده إيه؟ ده كده أنت فعلا وصلتك الرسالة ولا أنت مقضيها ها 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 ها؟ لا، ثانية واحدة، أنا هكون ناشر للطاقة الإيجابية ولكن أنا مش هيطلع أي طاقة استخفاف بأي إنسان ولا بأي حدث ولا بأي مسؤول ولا بأي دولة ولا بأي إجراءات. أنا هكون بأقدر الأمر بقدره. قدره بيقول إيه؟ جلل، جد، حاجة مهمة بتحصل، والحاجة المهمة اللي بتحصل مستحقية مننا كلنا إيه بقى؟ مستحقية مننا كلنا إعادة حسابات. فأنا خلصت الفكرة دي، عايز أعلق عليها؟ عايز اقول لك كمان يعني حاجه مهمه، بما اننا بنتكلم عن ان انا هطلع لفوق شويه وبص ايه اللي عمال يحصل، لازم تكون واعي. يعني في ايه قرانيه بتقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولنا مش معناها علينا، يعني اللي مكتوب واللي عمال يحصل ده شيء لينا ان ادركنا وفهمنا رسالته. لو ما فهمتش رسالته وما فهمتش هتعامل معاه ازاي، يبقى انت خليته عليك وبقى سلبي. الجزئية المهمة اللي هنكتشفها إن شاء الله أكيد بعد ما الموقف ينتهي وبعد ما يتم يعني اكتشاف النهاية أو اكتشاف حل للموضوع ده، إن اللي بيحصل ده حتما جاي لعمل ميزان، يعني تظبيط ميزان الأرض، إنجاز التعبير تظبيط ميزان الأرض في الرزق اللي هو ممكن يكون بالمال، بالعلاقات، بالنفوذ، بالأفكار والقناعات، وتظبيط ميزان الرزق النفسي الداخلي. بمعنى دلوقتي بتلاقي مثلا ناس كتير بتتكلم عن المناعة وبيتكلموا عن الناحية المادية، مناعتك عاملة ازاي، ولكن نادر لما حد يتكلم عن المناعة النفسية، مناعتك تجاه الهلع عاملة ازاي. فده جاي يظبط لك ميزانك ويخليك تنتبه. واحد، انت كنت بتدعي انك فعلا مؤمن بالإله وبتطبق الكلام صح، ولا انت بتقول كلام وعند الحق اترعبت وبقيت مرعوب ومخضوض وعندك حالة من الفوبيا؟ فلازم تراجع حساباتك عشان تراجع انت فعلا بتطبق صح ولا بتحافظ على الصورة الخارجية. رقم 2، في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في ناس معاهم مليارات هيتخسف بيهم الارض وهيخسروا خسارات رهيبة، وفي ناس قد تكون بسيطة هيجيلها افكار ملهمة هيبدأ يكسب، وقد يكون الفترة دي اكتر فتره في حياته بيعرف يكسب كويس قوي بحاجات بسيطه. فاضي اقول في ناس النهارده بتعمل اعلانات لابلكيشنز وبلاتفورمز تسهل على الناس انها تعمل حاجات من بيوتها، اشتغلوا في اقل من اسبوع او 10 ايام وطلعوا حاجات تساعد الناس. هي افكار. في شركات دلوقتي مثلا بقالها فتره بتعمل حاجات تسهل الناس يعملوا اجتماعات اونلاين، الشهر ده باعوا مبيعات اكتر من اللي عملوه في سنتين كاملين قبل كده. فالفترة دي فترة تظبيط ميزان الارض، تظبيط واعادة توازن الارزاق، تظبيط واعادة توازن الافكار والطاقات. فمهم جدا تكون مركز كيف تستفيد، بدل ما وقتك يقعد يضيع زي ما نانسي قالت في السخرية والانتقاد وتقعد بقى تنظر وتعمل فيها ابو العريف اللي شايف والعارف الغلط فين وانا اللي فاهم والكلام ده. ركز في نفسك، ركز ازاي تنشر يعني معلومات تفيد الناس بحالة الامان، تفيد الناس بمعلومات علمية وعملية. وحاجة مهمة جدا كمان من ضمن اللي انا شايفه من وجهة نظري، انها جاية خبطة تفوق الناس عشان يخرجوا من حالة الاعتماد على المادية الى الحالة الاصلية اللي كنا عليها بالفطرة، اللي هو الاتصال الروحاني بيننا وبين ربنا. بمعنى كم واحد النهاردة، ويمكن النهاردة تقريبا عملوا أول تيست على بني آدم، كانوا متطوعين، جمعوا بعض المتطوعين عشان يجربوا عليهم المصل، وأكتر دكتور متفائل بيقول أن المصل عشان يبدأ ينتج ويتوزع فيها تقريبا من 4 إلى 6 شهور. لو الناس بقى المعتمدة على المادة أو على المصل أو على المستشفيات،
هيكتشف دلوقتي ان كل ده زي قلته. ممكن تكلم مستشفى ما حدش يرد، تكلم دكتور ما حدش يرد، عايز ماسك مش هتلاقي حد، عاوز تجري تطلع حاجة تغسل بيها مش لاقي. اللي بيعتمد على المادة هيصيبه الهلع الشديد، لكن اللي من بدري بيعتمد على المعلومات البسيطة اللي بتعلي مناعته، تظبط فكره يخليه مطمئن، اللي انا في يوم من الايام ايا كان اللي هيحصل انا متوازن. حاجة مهمة عايز اقولها بعد كده هدي المايك بقى لنانسي. انت النهاردة شوف، كلنا عندنا شغل والشغل ده هو مصدر رزق. شوف رزقك دلوقتي اختل، والنهاردة لو فضلنا كده قاعدين في البيوت لمدة 4-5 شهور رزقك هيحصل له ايه؟ اذا رزقك بقى فيه خلل وفيه مشكلة كبيرة، اعرف ان انت كنت ماشي غلط وان دي فترة جايالك لانك تقعد مع نفسك وتعيد حساباتك. اذا انت بدأ بسرعة يجيلك افكار تلم الدنيا وتبدأ الرزق بتاعك ماشي منتظم ومستقر، يبقى انت ماشي صح، وابدأ طور عشان تستفيد وتحول الموضوع لإيجابي بانك تقعد قاعدة مع النفس ازاي تعرف تتعامل رغم انف اي ظرف ايا كان. اخد المايك اتفضلي. احنا قايلين ايه؟ نعمل كده لبابا او لما عشان نسجل عشان نبدا اللي معاه المايك يعمل كده، فانا كل شويه اديلك كتف قانوني. يبقى احنا دلوقتي تخيلوا لو الحدث ده كان حصل من 200-300 سنه، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيجي وناس هتتصاب وناس هتموت وفي خسائر هتبقى كبيره جدا، وفي ناس في حتت في الارض ما كانتش هتعرف اصلا، وكان هيبقى عدد الخسائر اكبر. فربنا ادانا نعمه السوشيال ميديا، خلتنا نكتشف ان في الصين بيحصل حاجه وفي اخبار وفي نتوركس، كل الكلام ده علشان يقول لك بمنتهى السهوله وصلت لغايه بيتك اساليب الحمايه. فخلينا بقى نكون بنستخدم الموضوع ده في فايدتنا علشان فعلا يكون مؤثر. رقم واحد، اي كلمه هتطلع مني من هنا ورايح في اي اجتماع على سوشيال ميديا في اي حاجه، لان احنا دلوقتي قعدتنا كلها بقت عماله مش قالوا وعادوا ده انا سمعت ده انا وصلني كل الكلام ده، لا اقفل بقى وصلني وسمعت وكل حاجه. كل اللي هنطلبه الفتره الجايه ان ارجوك احترم وقدر اي معلومه بتجيلك على انها قرار من 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 مسؤولين في دولتك. اتنين، انت مش رئيس الكون علشان تقعد تشوف اداء اني دوله اللي افضل. ركز بس في ان انت دير بيتك، دير مكانك، المتر في متر بتاعك، كون انت القائد الرائع في المتر متر بتاعك، وملكش دعوة الاخرين بيقود الكون ازاي حتى لو هما بيتصرفوا غلط. لو انت قدرت المتر في متر بتاعك صح، فانت مستحق ان انت كده اخدت بالاسباب وعملت اللي عليك، فمش هيجي لك شر. يبقى في بقى حاجة كده في النص، احمد هيزعل مني بس انا هعملها. في فيديو في تخريف منتشر جدا 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 من امبارح لوحده عماله تقول ان دي بروباجندا امريكيه علشان بلا 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 بلا، وما تلبسوش وما تعملوش وما تشتروش، وكل ده كلام فارغ. لو بقى حصل يا حبيبتي ان في حاجه هنبقى احنا كلنا لبسنا في الحيط عشان مشينا ورا حد احنا مش متاكدين ان هو بيتكلم صح. فارجوكم لما يجي لك تعليمات من اللي فاهمين والمسؤولين في دولتك ويقول لك اعمل كذا كذا كذا، ما يجيش فيديو تاني يكسر لك الكلام ده وانت تمشي وراه اصل بيقول ان هو من اني دولة وعارف معلومات سرية. كل ده كلام فارغ. اسمع لأولي الامر، للناس المسؤولين في بلدك. خلاص. طيب انا عايزة اتكلم على نقطة ايه بقى، فكرة تاني، رقة القلب او القلب السليم. القلب اللي فيه غل وحقد ولسه متغاظ ومتنرفز وعمال يتضايق من اللي فض الرفوف، واللي متضايق من اللي ماشي في الشارع، واللي لسه مزحمين المترو، واللي لسه عاملين اجتماعات وبتودي ولادها فين. حالة الغل او الغضب او الحقد ده انت اول شخص هيتضرر منه في اللي احنا بنحصل فيه. فاول حاجة، فاكرين لما كنت بقول لكم طفوا الشوشرة؟ السلام الداخلي مش هيجي ولا الهدوء النفسي هيجي غير لما نطفي الشوشرة. او احنا بقى جاي لنا حدث كوني من رب العالمين عشان نهدى بقى ونطفي الشوشرة. قعدك في بيتك وقفلك كل حاجة علشان تعمل ايه بقى؟ تختلي بنفسك كده، اقعد بقى قطك اقفل على نفسك وابدأ اسأل اسئلة بجد. انا دلوقتي كنت بعمل سلوكيات بشكل يومي، وهذه السلوكيات ترتب عليها في مجموع الكرة الارضية ان بقيت انا من الناس اللي في الدايرة دي. فمعنى كده ان في سلوكيات غلط مهما كان مستوى وعي، مهما كان شايفة نفسي بقى ان انا الفظيع، لا، في سلوكيات غلط بتعملها لغاية دلوقتي. ابدأ اسأل نفسك، هو انا بتعامل مع بق المية ازاي؟ لما باجي اشرب بتعامل معاه بتقدير؟ لما باجي نام على مرتبة طرية بتعامل معاها بتقدير؟ لما باجي اولع زرار النور بتعامل معاه بتقدير؟
انا لما باجي بشتري كيس بلاستيك ببقى متفهم ان انا المفروض اقلل. لما باجي اكلم حد في التليفون واتكلم عن فلان، اب حاجات تفاصيل رفيعه كتير قوي ممكن يكون كلنا واعين فيها. ولما نيجي نتكلم دلوقتي على ان فعلا المنجي دلوقتي هو اللي هو انا اسف انا غلطان انا السبب بما كسبت ايدي، فانا عايز اغير. عايز تغير ايه؟ هتكشفها ازاي بقى؟ ما كلنا شايفين نفسنا زي الفل، ما هياش بشكل بحاجات شكليه ولا بحاجات فيها ترديد، ده حاجه مرتبطه بسلوكياتنا اليوميه. سؤال مهم جدا، هل انا بتعامل في الحياه بان انا عايز ده اخده، انا عايز ده اخده، بغض النظر على ان ده بيضر الكوكب ولا لا؟ الصور دلوقتي بتقول لك التلوث قل لما قعدنا في بيتنا، الكون اتنفس. طب ما مش جايز بجد احنا المفروض بقى نقعد علشان في كون بدا ينطق اهو يقول ارحموني. طب ارحموني بايه؟ ارحموني بحاله استهلاكيه فظيعه. هل كل اللي بشتريه انا فعلا محتاجه؟ انا ده نيد ولا وونت؟ زي ما دكتور احمد بيقول، هو رغبه ولا هو حاجه؟ فاسال نفسك، ارجع عيد الحسابات. اللغه اللي بتكلم بيها مع الناس اللي حواليا، هل فيها رقه قلب ولا قسوه عماله اشوف مين صح ومين غلط ومين المفروض يعمل ايه؟ لا، اسال نفسك ثانيه واحده. فيبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ نهدي شوشره، نكن بقى ونقفل على نفسنا بيوتنا كده واوضنا، والزموا بقى بيوتكم واسالوا نفسكم اسئله صادقه. سلوكياتي فيها ايه غلط؟ حالة المشاعر الملخبطة دي ملخبطة ليه؟ اهو جاي لك واقفة قدام المراية. عمر ما كان في حاجة في الدنيا ممكن تجي لك قوية كده علشان تبين لك نفسك وتكشف لك عيوبك للدرجة دي، مطلعة لك كل نقاط ضعفك قدامك وبتقول لك يلا استغل الفرصة، فاضل بس تجيب قلم وورقة وتكتبها. انا متلخبط ليه؟ انا خايف ليه؟ انا ايه الصوت اللي جوه عمال يقول لي؟ عمال يقول لي 1 2 3 4، عمال يقول لي انا كنت مستهتر الفتره اللي فاتت، المفروض كنت اعمل كذا وكذا وكذا. طب انا ما عملتش ده ليه وما عملتش ده ليه؟ وامسك وحلل، اختلي بنفسك واقفل على نفسك واقعد. طب انا هتعلق، عايز بس اقول هنا كمان جزئيه بعض الناس بداوا يعملوها وشايفها منتشره قوي، وهي من وجهه نظري تنم عن عدم وعي ديني، وهي بتنتشر باسم الدين. يا حرام، الجوامع مقفوله، ده مشهد بيقطع القلب والكعبة فاضية، ده أنا كان نفسي أروح أصلي، ربنا يمكن يكون بيحرمنا من صلاة الجماعة، ربنا ممكن يكون بيحرمنا من الطواف، بيحرمنا من العمرة، ماذا فعلتم يا أهل الأرض؟ كلام الحلو ده، عايز أقولك معلومة مهمة، لو أنت عندك ألف ب ت وعي ديني، هتعرف إن أنت لو نويت تروح تعمل عمرة، أو نويت تنزل تصلي جماعة، وسبب ما منعك، فأنت قدام ربنا خدت الثواب كامل، ويمكن يبقى أحسن مما لو أنت رحت. فالناس اللي بيتكلموا باسم الدين بهدف برضو استغلال الموضوع لجعل الحرقة والوجع والكلام ده، لسه من شوية شايف حد منزل صورة على الانستجرام، راجل عجوز، الدولة قفلت المساجد حماية للمواطنين، فراجل عجوز نازل واقف جنب باب المسجد المقفول والأذان شغال وهو واقف، والكلمات بقى مبعوثة بقى، لم يمنعه القرارات من الذهاب إلى المسجد، لم تمنع، إن قلبه لا يطاوعه على أن يهجر بيت الله. تعرف ساعتها أن الشخص ده بيعبد الجامع مش بيعبد ربنا. انتبهوا للحاجات اللي عماله تتشير الان باسم الدين. اللي بيعبد الله سبحانه وتعالى يعلم، واي انسان دارس الف ب ت دين يعلم، ان حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. دي قاعده فقهيه اي حد دارس فقه لازم يعرفها. ومع التعامل في الدين مفيش عواطف، مع التعامل في الدين مفيش عواطف. الأوامر لما تحصل بين يا جماعة مش عايزين الموضوع ينتشر والمساجد تقفل، أي تجمعات تقفل، لازم أخدها كأمر ديني بالحماية، لا ضرر ولا ضرار، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حلو كده؟ فالعبارات دي انتبه منها عشان ما تبقاش بتنتشر بصورة قوية. حاجة مهمة كمان أنا شايفها من ضمن المميزات الرائعة اللي حصلت بسبب الأحداث الحالية، ودي رسالة مهمة نفهمها، إن كذا حد، واسأل نفسك السؤال ده كده، كم مرة كنت عايز تقعد وتعمل حاجة وكنت بتقول ما عنديش وقت، أنا مش فاضي، مفيش حاجة، يعني ما الدنيا كلها واخداني، ودلوقتي بقيت قاعد تقول أنا ملان، أنا زهقان، مش عارف أعمل إيه، هنفضل قاعدين كده قصاد بعض في البيت؟ دلوقتي فرصة ذهبية لا تقدر بتمن، عشان تقعد مع نفسك قاعدة بجد وتبدأ اللي كنت مأجله تبدأ تعمله.
انت بايديك تخلي الفرصه دي افضل فرصه في حياتك، استثمرها، عندك وقت. حاجه تانية مهمه يمكن اتكلمنا عليها كذا مره، وده من ضمن اللي اصبح منتشر ومن وجهه نظر النفسيه دي احد الاسباب اللي كان لازم يحصل بيها التوازن الكوني ده، ان الناس بقت انانيه قوي، بقى كل انسان بيفكر في نفسه، يلا نفسي. ومن اكبر علامات الانانيه انتشار الضحك على فزع الاخرين، انتشار الضحك على الم الاخرين. لما انا اعمل مقلب في حد ويتعور واضحك، اعمل مشكله في حد واخوفه وارعبه واضحك. والبرامج اللي بتعمل الكلام ده واللي بقى عند الناس دي بنسميها ما عادش عندهم كومباشن، ما عادش عندهم حاله من التعاطف، ده الترجمه الحرفيه، ولكن هي في الدين احب لاخيك ما تحب لنفسك. دلوقتي الكون كله، البشر كلهم بقت حاجه واحده ما بتتشافش بالعين هي اللي ممكن تاثر عليهم. فاصبحنا غصب عننا كيان واحد، اكتشفنا ان اصلنا واحد، كلنا في مركب واحده، كلنا لازم نكون بنراعي بعض، كلنا هنلتزم عشان كلنا نعيش ونبقى في حالة سلام. فكأنها جاية عشان ترجعنا تاني لحالة التوازن، لحالة القرب، لحالة التواصل، لحالة الإحساس ببعض. اسأل نفسك مرة كده، تخيل بقى لو الإنترنت قطعت والكهرباء قطعت، هتعمل إيه؟ هتلاقي نفسك عمال ترجع للأصل اللي بنكلم بعض من الشبابيك، بنروح نكلم بعض كذا، التواصل هيبدأ يرجع. أنا شايف دلوقتي يمكن قبل ما أبدأ اللايف حد بعت لي صورة، لصورة الأب وأم وبنته، والبنت بتقول لماما مين ده؟ قامت قايله لها ده أبوكي اللي كان مشغول طول النهار في الشغل. فإحنا دلوقتي بقت فرصة نرجع نبقى مع بعض، نتعاون مع بعض. يمكن عشان كده قررنا نطلع أنا ونانسي مع بعض دلوقتي عشان نبين إحنا بقينا مع بعض، بقينا سوا، الأسرة بقت تتجمع أكتر، بقى عندها وقت أكتر، فنبدأ نستثمر الوقت ده مع بعض، واللي كنا مش عارفين نعمله نبدأ نرجع نعمله عشان نوطد العلاقات. وخلي بالكم، صلة الرحم بتعلي المناعة، بتعلي الطاقة وتطيل العمر. هعيد تاني، صلة الرحم، والرحم ده اللي معاك حواليك، زوجتك، ابنك، أبوك، أمك، كل ما تواصلنا بقرب أكتر ده من أقوى الحاجات اللي بترفع المناعة. يبقى أنا كنت عامل فيديو 9 حاجات، يبقى ده رقم 10 بيرفع المناعة، صلة الرحم. فضل ينسي. استكمالا لكلام بابا، ان لكلام دكتور احمد، ان اللي حصل ده جاي يغير المنهجيه او الطريقه اللي كنا بنفكر بيها. يعني في حاجات كده جايه تخبط تقول لك فوق، مش المفروض تبقى بتفكر كده، المفروض بتفكر كده. وانا شايفه ان من اولها رزق، انها بكره انت مش عارف فلوسك جايه منين، مش عارف حتى لو انت عندك فلوس قد كده في البنك، انت مش عارف اذا كنت هتعرف تسحب من البنك ولا لا، فلوسك اللي في البيت دي مش عارف اذا كنت هتعرف تشتري بيها، الله اعلم، كلنا مش عارفين. فاول حاجه جايه تقول لك ثانيه واحده، ده انت لازم ترجع تعرف انك انت ممكن تنام ومفيش في بيتك غير العشاء وتبقى مطمئن. ايه ده بجد؟ هو ينفع؟ ينفع. ده حاجه كده تفويقه عشان تقول لنا كده. تاني حاجه جايه تقول لك اعرف حجمك، شفت بقى، شفت اهو حته بتاع صغير جاي بيقول لك اثبت، اقف مكانك كده. وانا كتبت مقاله سميتها اخشع، اللي هو اهدى كده بقى، واعرف ان انت منافش ريشك قوي وفاكر نفسك ان انت اللي ماشي كل حاجه، لا انت مش ماشي حاجه. انت ممكن في ثانيه تبقى قاعد في بيتك وتبقى مش عارف بكره رايح فين، وتبقى متلخبط وتبقى مرتبك وتبقى مشاعرك وتبقى وطيران يقف. واحنا لو من اسبوعين او ثلاث اسابيع حد قال لنا اللي احنا فيه ده ما كناش هنصدق انه ممكن يحصل. فمعنى كده ان اثبت. لما تيجي ابنك يعمل حاجه غلط كبيره، وحتى انا في البوست قلت ربنا بيضرب الامثال لينا علشان نوصل لحاله اخشع دي، اقف كده وقدر كون ربنا، وقدر ربنا بيدبر لكونه ازاي. ف قامت واحدة قالت لي نانسي احنا تعبنا من ان احنا مش فاهمين الامثال دي ليه، انا تعبت مش عايزة اقعد افسر بقى. لا ثانية واحدة، انت مش محتاجة تقعدي تقولي ربنا بيعمل ليه كورونا مش زلزال، ولا ليه معرفش ايه، ولا ليه كده. لا الرسالة واضحة، ارتبكتي يبقى انت فيك حاجة غلط، اقعدي لنفسك على الوحدة كذا كذا كذا، في حاجة افكار انت متبنياها في عقلك محتاجة تغيريها. انا اسفه ان انا بتكلم بالصيغه المؤنثه بس انا متعوده بقى، فاللي بيسمعونا رجال يلتمسوا لي العذر. صيغه المذكر بتمشي على الجميع. فاعرف حجمك،
وربنا قال ان اللي بيخرج من البأس هي حاله الايه؟ التضرع. طب حاله التضرع طاقيا دي هي هيكون بيتضرع، او هو لازم يكون في حاله خشوع، حد مقدر الامر بقدره بجد، ومقدر ان للكون خالق. هو يعني لما يكونوا اتنين اخوات متخانقين، لو راحوا اشتكوا لابوهم مين كبرهم؟ ابوهم. فانا دلوقتي انا عندي فيروس، انا وهو خلقت ربنا، مين كبرنا؟ كبيري وكبيره. طب ما تروح تقول له ربنا جاب الفيروس علشان يعمل الحاله دي في كل الناس اللي على الارض. طب ما هو كبرنا، كبيري وكبيره. روح وقول له يا رب انا دلوقتي في حاله تضرع، انا في حاله لخبطه، انا مش فاهم، انا عايز افهم انا عملت ايه غلط. حتى لو انت مش قادر تمسك بايدك اخطائك، هات طاقة التضرع دي، تعالوا ناخدها نية كمان دلوقتي. من أكتر الحاجات اللي بنتفق عليها دلوقتي، اخشع، تضرع، أنا آسف، أنا الغلطان، إحنا اللي ظالمين. رقم ثلاثة إيه بقى؟ رقة القلب. أنا خلاص قلبي رقيق على كل، على اللي حواليا، على كبار السن اللي في عائلتنا، نتلم كده كلنا ونروح نقعد حواليهم في بيوتنا، المقربين، الناس اللي ربنا الحمد لله مديها الصحة وراحت خزنت في بيوتها. أول حد تكلمه في عائلتك كبير السن، جايز يكون مش عارف ينزل، اتأكدوا ان بيوتهم عمرانة طول الوقت وان هم مش محتاجين أي حاجة. قلب رقيق بقى وحنين، روح شوف عاملة في منزل لكل خايفة، ما هي عمالة برضو تسمع في أخبار وخايفة على أهلها، روحي وطمنيها. مش لازم نحضن بعض جسديا، بس خلينا نحضن بعض معنويا. تيجي حالة الرقة بقى، اللي هو قلب كده يعني بيحس بالناس وبيتفهم مشاعرهم. يصعب عليه الإنسان الخايف، مش لازم يدخل جوه طاقته وينهار، لا، أنت طاقة قوية ثابت مطمئن، لما هتقوي اللي حواليك أنت هتقوى. على قد ما هتساعد الناس في ان انت تتكلم معاهم في لخبطتهم دي سببها ايه، هتلاقي نفسك الواحد بيتعلم بالتعليم. يعني انا ممكن ابقى وعي بحاجه يزيد لما افهمها للاخر. فعلى قد ما هتتكلم مع الاخرين ان ده احنا لو اتوحدنا كلنا على طاقه تضرع واعتراف بالذنب واحنا اسفين يا رب وشكرا على ان الرساله واضحه وكلير كده. ناس كتير بتقول رساله مش واضحه، لا رساله واضحه، لما كلنا نقعد في البيت تبقى رساله واضحه. احنا بنفكر عندنا يعني من ضمن اكتر المفاهيم اللي جايين نتعلمها دلوقتي ان احنا مش في عندنا حاجه، في حديث بيقول ان انت هتشتغل في دنيتك كانك تعيشها ابدا، واللي تشتغل لاخرتك كانك هتموت بكره. طب ما اللي حصل لنا دلوقتي ايه؟ جاي بيقول لك ما ده الاصل، ده الاصل اللي تفكر بيه، اللي هو ايه؟ انت احتمال تموت بكره، ايه الجديد؟ طب ما كلنا المفروض نصحى الصبح احتمال نموت بكره، اتخضنا ليه؟ ليه مخضوضين يعني؟ ليه خايف؟ ما ده الاصل. فاللي حصل ان اللي حصل دلوقتي ان في زرار كده بيتعمل لنا ريسيت، ارجع للمفاهيم الاصليه اللي المفروض انت تكون عليها. اعرف حجمك، تضرع، اخشع، اشتغل على حاجاتك مش رغباتك، حاله الجشع الاستهلاكيه الفظيعه اللي بقت حاصله دلوقتي نهدي كلنا، وانا منكم عماله دلوقتي اقول اه ايه اللي لازمه وايه اللي ملوش لازمه، بدل ما اروح اعمل كذا طب ما انا اعمل كذا افضل، نهدي شويه. طيب النقطه الثانيه كانت ايه؟ كانت رقه القلب، ان احنا اسفين، احنا الظالمين، وايه وخلاص انا قلبي هيرق على كل اللي حواليا. المايند سيت اللي بتكلم فيه الحاله الاستهلاكيه، وانك ممكن تموت بكره ممكن تعيش ابدا، فخطط انك هتعيش ابدا. يعني لو قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فالايه؟ فليطلع يجري؟ فليخاف؟ في ناس دلوقتي بتقولي اخطط لايه بقى، احنا مش عارفين احنا رايحين فين، انا وقفت شغلي ما انا مش فاهمه دي. فاغرسها، اغرسها ايا كان. فهنطلع دلوقتي وهنتكلم وهنكلم مع الناس اللي حوالينا، الله اعلم. وبعدين انا اتكلمت كتير طيب انا هتكلم على اخر حاجه انا بشوفها من الحاجات الاساسيه جدا جدا جدا، هي كلمه مختصره وبسيطه اسمها الانغماس. يعني ايه الانغماس؟ يعني روح شوف دلوقتي انت، انا في اول الموضوع انا عايزه افهم، لان انا واحده بعيده تماما عن الاخبار، ففجاه لقيت حاجات كبيره بتحصل فكان لازم ارجع واتابع اخبار. فلقيتني قعدت بتاع 3 4 ايام منغمسه في حاله الافكار دي، فلقيت ان بدات المتابعه للسوشيال ميديا، فلقيت ان طاقتي بدات تتاثر. فانت لازم دلوقتي انت اللي تحدد بدقه هتنغمس الفترة الجاية في ايه. انا رقم واحد، انا في ساعات من الخلوة كده قاعد بيني وبين ربي بقعدة اعادة حسابات، ادي رقم واحد. رقم اتنين، عايز تنغمس في ايه بقى؟ ما تيجي تاخد فرصة دلوقتي لتعلم حاجة جديدة، معانا وقت، معانا طاقة، قاعدين، بدل بقى ما اقعد اشوف فلانة اللي جابت زيادة ولا فلان اللي مغلي سعر الكمامة، انا مالي، اقعدي في بيتك. وبعدين مجايز دي فرصة، فرصة لإنك تعمل حاجات اتأخرت كتير قوي على إنك تعملها. هقول حاجة كمان؟ يلا.
سامحنا لك. طيب دلوقتي هديكم مثال. لو انا اعتبرت ان دي ازازه معقم للايدين او كحول، وانا قدرت ان انا احصل عليها واخدتها بقى، ولا جبت 2 3 وعند خلاص، وتعاملت بحاله من الانانيه كده وطز في البشريه، ايه اللي حصل؟ ان انا ممكن اقعد اعقم ايدي طول الوقت، وتيجي لحظه انسى اعقم وتكون هي اللحظه، صح ولا لا؟ يكون هي اللحظه اللي تتنقل لي فيها عدوى. وممكن حد تاني ما يكونش عنده ولا ازازه معقم ويكون ماشي، فحد يقول له خد كده عقم ايدك ويعقم ايده في اللحظه دي وتكون هي اللحظه. فمش ازازه التعقيم اللي هتحميك، مش كترها ولا انك تبقى عين كتير هو اللي هينجدك، اللي هينجدك البركه، انك تاخد ازازه الكحول او التعقيم للدول اللي ما فيهاش الكلام ده. خد، تشارك مع مين؟ مع الناس اللي ما عندهاش. وصدقني صدقني لو الازازه خلصت، النقطه الصح هتيجي في الوقت الصح. ليه؟ لان طاقتك طاقه رقه قلب، مش طاقه أسوأ بقى، لا انا عايز وامن نفسي واضمن نفسي. فدلوقتي اهو انا بقول لكل الناس اللي في دول عندها اي نقص في اي حاجه دلوقتي، او نقص في اي حاجه لاحقه، صدقني الخير ممكن يجي في القليل اللي معاه مشاركه واحساس بالاخرين، والشر ممكن يجي في الحاجات الكتير قوي اللي انت عينها وبتتحمى فيها. كمان عايز انبه لحاجه، انك لازم تكون واعي اي تاثير او حاجه سلبيه بتحصل من بره، زي ما قلنا قبل كده 1000 مرة، السبب من جوه. طب من جوه هعمل ايه؟ وليه ربنا امرنا في المواقف اللي زي كده نكون في حاله خشوع؟ حاله الخشوع مش معناها ان انا اكون صارم، ولا معناها ان انا اكون عنيف، ولا معناها ان انا اكون قاسي وبزعق وبشتم يا جماعه ما ينفعش الكلام ده وانتوا بتستعملوا، لا. حاله الخشوع اللي هي تساوي حاله الاسترخاء. كل ما كنت في حاله، عارفين الناس اللي بيكونوا قريبين من ربنا قوي، فربنا قال عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيبقى له مرعوب وخايف وله حزين ومتألم، فبيكون في حاله من الخشوع الهادئ. جربت مره تبقى واقف على شط بحر كده، او قاعد على شط بحر او على كرسي مريح، وعمال سايب صوت الموج كانه بيلعب في كل خلايا جلدك؟ اهي الحاله دي مهمه لما تكون في موقف في شده او في احداث كبيره، انك توصل للحاله دي، انك تقعد تغمض عينك كده وكانك بتكلم ربنا بصوتك الداخلي. ودايما اسال اول سؤال، يا رب الموقف ده جاي بيقول لي ايه؟ ايه الحاجه اللي انا دلوقتي مهم اعملها علشان استفيد من الموقف ده وابقى انا بعمل اللي عليا؟ ولو انا دلوقتي هموت، ايه اللي المفروض اكون بعمله عشان لو انا مت ابقى نجحت في الاختبار وبقابلك وانا ماشي بحل صح، مش رايح بجري مرعوب ولا رايح خايف ولا موت وانا عمال اكتنز واجمع واعمل كل الكلام ده، ولا موت وانا عمال استغل الحاجات واجيبها باسعار رخيصه بكميات كبيره وانزل ابيعها للناس بالغالي. يعني انا بعتبر اللي بيعمل كده، يعني ما اقدرش اقول فيها كلام دقيق، بس الفلوس اللي انت واخدها الزياده دي فيها ان ما تقوليش انها حلال 100%، ان انت عمال تستغل وتجمع تخلي البضائع اللي في السوق تقل عشان تروح انت بعد كده تبيعها بالسعر العالي، والاحتكار ده مصيبه وفي كارثه وحاجات كتير ليها علاقه بالرزق. فانت اساسا الدنيا ملخبطه وربنا جاي الموقف ده حاصل عشان ننتبه كده ونفوق، وانت بتعمل حاجات كمان تزود لك اكلك الاكل المال. يعني هقولها ازاي؟ عارف لو انت رايح حد جاي بيشتري منك الحاجه وهو من جوه نفسه مش راضيه لانه عارف ان سعرها كذا وانت جايبها عشان تغليها، بس انا مضطر وعايز اشتريها منك، الطاقه دي انت لا يمكن تتخيل هتعمل فيك ايه. فمهم تكون مركز. انا ادعو كل انسان معانا، الحمد لله في كميه ناس واعيين جدا عندهم معلومات كتير من اللي اخذوها معانا قبل كده، الموقف مش مؤثر معاه وبيبعتولنا الحمد لله انا لما خدت كذا بقيت رايق. دورك دلوقتي بقى ما تفرحش او تتمنظر انك بقيت رايق، في ناس تانية ممكن تكون متعرفش المعلومات دي. ابدأ انشر، كن ايجابي، اعمل دايما كل يوم حاجة في الفترة دي عشان ترفع هذه الطاقة. جزئية مهمة عايز اقولها، ان لما الحدث، يعني شوفوا العمال يحصل في الارض من فترة، موضوع الحرائق اللي عمالة تحصل، مشاكل عمالة تحصل، تلوث عمال يزيد، كل ده كان يعني كأنه تجهيز زائد الكورونا.
لو احنا ما فوقناش وبدأنا نطور ونعمل طاقة توازن إيجابي، طاقة نفع، طاقة إصلاح، صدقني الموضوع هيزيد وهيبدأ يتفاقم أكتر وأكتر. طب السؤال هنا بقى، هو لما يزيد ويتفاقم هيبقى على الجميع؟ من أروع النعم إن كل إنسان بياخد الحاجة بتاعته أو استحقاقه فرديا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دوري دلوقتي أبدأ أنا بنفسي وأكون نموذج إيجابي، ده هيخليني أكون مؤثر إيجابي على خلايا جسمي وعلى مناعتي وعلى استحقاقي، ثم تبدأ أسرتي تتعلم مني، أولادي، أبويا لو موجود أو أمي، أخويا، أختي، زوجتي، زوجي، وبعد كده جيراني، الناس اللي بيتابعوني على السوشيال ميديا. لو كل واحد بدأ بنفسه هيبدأ يكتر، ركزوا كده، المصلحون الصالحون. كل ما الصالحون والمصلحون زادوا في أرض، لا يمكن ربنا يجعل هذه الأرض تستحق الفساد. ربنا بيقول ذلك بأن الله لم يكن مهلك القرى وأهلها مصلحون. بس الآية بتبين المؤمن معناها إن لا يمكن ربنا هيهلك قرية والأهل بتاعها مصلحين. مصلح يعني أي حاجة بايظة يصلحها، مش يتريق عليها. هكرر تاني، انتبه من اللي تحت اسم الوعي أو تحت اسم العلم عمال على السوشيال ميديا يتريق على الحكومة الفلانية، يتريق. احنا عندنا حتى قاعدة كده، استحقاق السلب تفعيل التدمير الذاتي انتقاد الآخرين. هكرر تاني كده، تفعيل التدمير الذاتي انتقاد الآخرين. يعني حتى لو عرفت تتبع الناس اللي بيعودوا تنتقدوا هتلاقي عندهم مشاكل ومصايب وشغل بيقف كتير، لأنه بقى واخد تراك الانتقاد. فمهم ان انا ابعد عن الانتقاد، لان الانتقاد معناه ان بركز على السوق واحط عليه العدسة. يا فرحيتي بقى انت كده واعي، ركزوا معايا كده، لو انا النهاردة لقيت بيبي صغير بيتبول على نفسه، انا كده بقيت واعي. لما شيرها واقول انه غير واعي، انه يتبول على نفسه، مش عارف يلبس هدومه، مش عارف يمسك اللي معرفش ايه، يا واد انت يا واعي. فاللي بيقعد يتريق اعرف ان عنده نقص وعنده حالة من عدم الاحساس بالقيمة الذاتية، وبالتالي عايز يبين للجموع ان انا اللي فاهم، وانا اللي فاهم الفولة، وانا اللي عارف اللي بيحصل، وانا اللي عارف ده حصل ليه وده بسبب ايه. فده مشكلة كبيرة، ومن يتبع صدقني هيبقى عنده مشاكل كتير. دورك تكون من المصلحين اللي بيعملوا اشياء ايجابية رائعة. مهم تكون مصلح. ابدأ كل مرة اسأل نفسك، انا قلبي خاشع لله، قلبي سليم، انا هعمل ايه في اصلاح النهاردة؟ يا رب نويت ان اكون من المصلحين. عشان كده هنعمل هاشتاج دلوقتي، يا رب كل حد بيتابعني المؤثرين على السوشيال ميديا اللي في مجال الوعي، اكتب كده انا مصلح، هاشتاج انا مصلح. الهاشتاج ده كلنا هنركز فيه على الكلام الايجابي، انا بعد الفايل هعمله ان شاء الله، نانسي هتعمله، وكلنا هنشارك فيه. انا مصلح، اي حاجة هتحطها فيه تكون بنتتبع الاخبار الايجابية، بنزودها اكتر، بنقول معلومات الناس تعمل ايه، استفادات ممكن تكون سمعتها من حد تاني، افكار جات لك ابداعية نتعامل ازاي. انا مصلح. من النهاردة كلنا هنشارك في هذا الهاشتاج عشان نكون مصلحين وبنقدم حاجة مفيدة لمجتمعنا. معنا 6 دقايق بالظبط، اتفضلي. طيب انا شايفة ان التجربة دي هتخرج الناس بعدها كل واحد شايف نفسه واحد تاني. ثانية واحدة، انا عليها همزة، ما تكتبش انا من غير همزة. بابا انا عليها همزة، علينا كلنا بالهمزات. يبقى انا عليها همزة، انا تحت اندرسكور مصلح، فحطوا همزة. طيب ما اعمل اي بوست الاقيه بعت لي كور حمراء على كمية الهمزات اللي انا ناسيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كنت بقول ايه؟ كلنا هنخرج من التجربة دي انا متأكدة يقينا ان في تغييرات جذرية حصلت في تكويننا وشخصيتنا وفهمنا، هيبقى عندنا ترتيب اولويات مختلف، فهم وادراك لتجربة الدنيا مختلف، تقدير لكل نعمة مختلف. فخلينا مش نستنى لما نخرج منها ونبقى نبدأ نشوف الكلام ده، خلينا من دلوقتي يلا بسرعة اقعدوا مع نفسكوا، اختلوا، خدوا وقتكوا. واكتر كلمة بقولها لكم، اهدى، خلاص هيحصل ايه؟ موارد الواحد بيخرج من بيته وحياته تنتهي، لو هي دي النهاية خلاص، يعني رب كده خليها بسلام وامان على الجميع.
طفي الشوشرة، أسوأ سيناريو هيحصل إيه؟ عادي خلاص يعني كلنا رايحين بالبساطة دي. طفي طفي طفي، تلاقي واحدة شفتوا ده حصل، ده في معرفش فين إيه، ده إيه. تصدقوني الأخبار هتوصلكوا هتوصلكوا، واختاروا اختيارات صحيحة للانغماس دلوقتي. وأهم أهم حاجة، حدد لنفسك دور. ها أنا هبقى في عيلتي كده اللي زي الكل عمال يعيني مرعوب وبيندب حظه، ولا أنا هكون الشخص اللي له دور، له دور يطبطب على الخايفين. أدي أول حاجة، ناس كتير مخضوضة ومتاخدة، طبطب عليهم، خليك أنت الإيه الشخص اللي الناس تبقى حاسة إن أه لما بقعد معاه بهدى وبطمن. حدد لنفسك دور، وقت ما أي حاجة تنقص أنا اللي هكون موجود وفقا للقوانين اللي بتحطها الدولة، سواء بقى التزام في أماكن أو الكلام ده. هتصل بالتليفون لو في أي وقت شدة بالناس، يا جماعة محتاجين أي حاجة أنا موجود، أنا أقدر أجيب لكم كذا، أقدر أوصل. حدد لنفسك دور، أنا هطلع على السوشيال ميديا وهقول كذا، أنا هقعد مع أولادي وأفهمهم كذا. حدد لنفسك دور، ما تبقاش كل يوم بتصحى هتشوف هيقولوا لك ايه النهارده فهتحدد انت هتعمل ايه. حدد لنفسك دور. اخر حاجه بقى عايزه اتكلم فيها هي فكره اجعل هذه الفتره فتره اكتساب مهارات جديده. وانا متاكده شئت ام ابيت انت اكتسبت اجمل مهاره، هو ايه؟ انك بتصحى كل يوم مش عارف بكره هيحصل ايه. دي مهاره رائعه كلنا دلوقتي قاعدين فيها، مهاره التسليم. اه اللي هو اوبا عايزين نطلع على تاشيره لمين، اه ده مش هينفع قفلنا تاشيرات، اوبا ده المطار قفل، اوبا ده معرفش ايه وقفوه، ده احنا الولاد، ده انا اجازه، لا ده شغلي. مهارة جديدة للتعامل كل شوية مع لحظة جديدة بمعطيات جديدة، بتنمي جواك حاجات ما كانتش تنمى قبل كده. فخلينا كده نتفائل خير، ونكون بالتفاؤل المتزن، مش التفاؤل اللي ماسك بيغطي على قلق رهيب فعاملين حالة فيك كده من التفاؤل. لا، تفاؤل جاد، تفاؤل مسؤول، تفاؤل مدي للأمر قدره الحقيقي، وفاهم ان في حاجة مهمة بتحصل كلنا مسؤولين عنها وكلنا محتاجين ان احنا نشارك في تغييرها. بس طاقة تقدير الامر بقدره، وان اكون بدات اعرف فعلا ان احنا في كون كبير له خالق كبير، وانا اللي كنت كده عايش في الدنيا بمسلمات وتايه، ابدا افوق كده واصحى اقول ايوه يا رب صح، انا المفروض كل يوم اصحى اشكرك على حاجات عمري ما شكرتكش عليها، ان انا بس في بيت وبحيطان، ان انا عندي كهرباء، ان انا عندي تليفون وفي شبكه. هتلاقي طاقتك بقيت اليوم كلها بقت مختلفه، مش هتقعد بقى تقول اصل الشبكه بتقطع، عندك شبكه اصلا الحمد لله، عندك موبايل، عندك نت، عندك كتب، عندك 100,000 حاجه. خلي عينك تشوف الحاجات الحلوه مش تشوف اللي ناقص. خلاصة الموضوع النهاردة عشان اختم واسيب لبابا المايك، احنا في بيوتنا مع اجوازنا، فاكيد هتبدأ بقى ايوه كنت لسه فاحنا عندنا دور، بس انا ما فيش وقت اتكلم في الوقت دلوقتي، فخلينا نعمل احنا لايف ستات لوحدنا بقى، نعمل ايه في الرجاله اللي هيبقوا قاعدين لنا طول اليوم بقى وهيبداوا يقعدوا لنا. انا هعمل ايه لايف بعد كده اقول لكم تعملوا ايه يعني في الستات لما يقعدوا ينكدوا عليكم يا رجاله. كلم الرجاله، نقعد بقى نشوف ايه الستات الرجاله بقى اللي هيقعدوا لنا على الواحده دي، يقول لك ما شلتيش ليه، ما عملتيش ليه وكده. فاحنا عايزين بقى نعمل لايف نتكلم معاهم، الاولاد اللي بقى قاعدين لنا في البيت عايزين نشوف برده هنشغلهم ازاي بشكل مفيد، وعايزين كمان نشوف احنا الستات بقى احنا كده مشاعرنا قويه، فمحتاجين نعرف ازاي بقى هنطمن نفسنا ونهدي نفسنا. علشان صدقوني صدقوني اهو، ومعرفش بقى هيوافقني في الكلمه دي ولا لا، الرسول عليه السلام لما نزل من الغار كان مخضوض وكان بيقول زملوني، لما راح لمين؟ راح لمراته، وهي اللي قعدت تقول له مش انت كذا ومش انت كذا ومش انت كذا. فالستات الجدعه اللي بجد دورها بيبان بقى دلوقتي لما جوزها هيبقى قاعد في البيت، او تحس في شويه ان في لحظات ضعف، ايوه بقى الجمودية بقى بتاعت الستات تطلع، ويبدأ بقى الإحساس بالأمان والاحتواء والطاقة الجميلة بتاعت الستات تطلع. هنتكلم بقى براحتنا في الموضوع ده إن شاء الله، هحدد لكم عاد لايف وخلاص بقى. تصبحوا على خير إن شاء الله. وباي باي. ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله، وتكون بإذن الله إنوي بس كده إن إحنا بعد فترة بإذن الله نقول يا الحمد لله لما الموقف ده حصل رجعنا فهمنا إن في إله بيحكم الكون، ما حدش يقعد يخوفنا اصل كذا اصل كذا. بسال دايما حد، كل ما حد يجي يقول لي نظريه المؤامره اقول له اسالك سؤال يا سيدي، اكتر حد متآمر في الكون هيبقى خارج نطاق ربنا، يعني هيخلي ربنا استغفر العظيم يا رب على جنب وهيمشي الكون بمزاجه؟ اذا كان ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني حتى الماكرين الله سبحانه وتعالى مطلع على مكرهم وربنا سبحانه وتعالى بيمكر الخير، يعني دايما بينقلب السحر على الساحر. فسيبك من الكلام ده كله، حتى ولو انا قلت لكم من شويه ما تشغلش نفسك بمين وازاي واصله ومش اصله، واصل انا سمعت وما سمعتش، لا انا دوري دلوقتي اعمل ايه عشان استفيد واخلي الموقف ده فعلا. ركز معايا جدا كده، انا مؤمن ان الهي قال لي ان مع العسر
يسرى، فانا متاكد ان في يسر دلوقتي حالا. دوري ادور لما هخشع وههدأ وهسكن وابقى في قمه السكينه وتستكين خلاياي، وانا عمال اتامل الموقف وبتامل يا رب الهمني ازاي استفيد، يا رب هذا قدر وانا راضي وانا في قمه التسليم، رضيت يا رب، الهمني كيف استفيد، الهمني كيف اخرج من هذا الموقف باروع نتائج ليا ولعيلتي والمجتمعي. وانت في حاله سكون وهادئ وعمال تتامل بهدوء، ولما تلاقي حد خايف او حد مرعوب انشر ليه الامان، وخلينا نتجمع مع بعض ان شاء الله الايام اللي جايه. انا مصلح. ربنا يوفقك يا رب ويجعل كل ايامكم جنات وامان على الدوام. صباح الخير. يلا مع الف سلامه.